السلام عليكم ورحمة الله، معكم أخوكم مؤيد الفسفوس من سيفل تيم. بهذا الفيديو راح نشرح عدة مواضيع من مادة الفاينل من السويل. طبعا بامتحان الفاينل مادة الفيرست والسكند مش داخلة، فبالتالي المواضيع راح تكون بس الفاينل. بهذا الفيديو راح نشرح موضوع البيرمابيليتي، موضوع ستريسز ان سويل، موضوع اللاترال ايرث بريشر، والووتر ان سويل. حنبدأ بأول موضوع اللي هو البيرمابيليتي. البيرمابيليتي معناها النفاذية، والمقصود فيها انه نتيجة للفراغات الموجودة بالتربة حتصير المياه تتدفق من خلال الفراغات حتى تتجمع وتشكل كمية من المياه. يعني مثلا لو كان عندنا سطح الأرض جاي بهذا الشكل، كان عندنا هون طبقة من الصخر المصمط، وفي النهاية طبقة برضو ثانية من الصخر غير المنفذ من عن طريق منطقة بعيدة، انها حتكون مثلا قمة جبال، حتكون في تغذية للمياه، فحيصير المي يهاجر من منطقته حتى يتجمع في هاي المنطقة، فبنشأ عندنا اشي بنسميه الووتر تيبل ليفل، بنرمز له بدبليو تي ال، ووتر تيبل ليفل، والمقصود فيه اللي هو المستوى سطح المياه. لو هون اجينا حفرنا بئر مثلا، راح نلاقي لانه نتيجة لانه الووتر تيبل ليفل اعلى من مستوى البئر، راح تصير المياه تتدفق بشكل طبيعي الى الخارج، يعني هذا حنسميه بئر ارتوازي. بعد فترة نتيجة للسحب الجائر والضخ الجائر للمياه بمقدار كيو اللي هو معدل تدفق المياه فلو ريت، راح ينخفض الووتر تيبل ليفل لمقدار معين. هنا بصير انا مضطر اني اجيب مضخة حتى اني اضخ المياه حتى اني اطلعها. طيب نتعرف شوي على المصطلحات. في عندنا كيو هي بتمثل الفلو ريت، وحدتها ممكن تكون متر مكعب لكل سكند، وهي العادة الوحدة اللي عادة نستخدمها. لو أنا بدي أغير الزمن مثلا، بدل ما هي سكند بدي أستخدمها مثلا خلال دقيقة أو خلال يوم، حضرب الكيو في الزمن اللي أنا بدي إياه، فهيعطيني كيو ثانية مثلا نسميها كيو داش. هاي الكيو هي بمقدار التدفق خلال وحدة الزمن اللي أنا طلبتها، لكن إذا كانت كيو لحالها هي متر مكعب لكل سكند. المصطلح الثاني الفي اللي هي الفيلوسيتي. مصطلح ثالث اللي هو الاتش بيمثل الهيد بريشر. لو اجينا تعرفنا على قانون الاتش، بحكي لنا انه الاتش تساوي اليو على جاما ووتر زائد في سكوير على جي زائد زد. في معادلة برنولي قال لك انه هذا المقدار حنهمله حنعتبره صفر. طيب اليو هاي ايش بتمثل؟ قال لك اليو هاي هي البور بريشر والمقصود فيها اللي هو الضغط الناتج عن وجود المياه، يعني الضغط اللي عماله المي بتعمله واللي هو ناتج عن وجودها بالتربة. اليو شو تساوي؟ جاما ووتر في اتش ووتر او زد ووتر. يعني مقصود فيه جاما ووتر اللي هي كونستانت مقداره 9.81، والزد ووتر اللي هو قديش ارتفاع الماء. مثلا بهذا الشكل حيكون عندي من هون لهون هي قيمة الاتش ووتر. طيب حنتعرف بعديه على الاي. الاي هو الميل الهيدروليكي، في له قانون بحكي لك هو بيساوي الدلتا اتش على ال او الاتش على ال. طيب لو اجينا رسمنا رسمة، أخذنا مقطع من التربة، عينة من التربة كانت بهذا الشكل، في عندنا أنبوبين حتى المياه تصعد فيهم، كان مستوى الماء في الأول مثلا بهذا المقدار وبالثاني بهذا المقدار، اتجاه الجريان بهذا الاتجاه، المسافة من هون
لهون بنسميها ال، والمسافة من هون لهون هي الدلتا اتش اللي هي فرق الارتفاع بين هون وبين هون. عندنا مقدار من الكيو تدفق الماء. المعادلة شو بتحكي لنا؟ بتحكي لنا انه كيو بيساوي كي في اي في اي. هاي من وين اجت؟ احنا بنعرف اصلا الكيو بيساوي الفي في الاي، ودارسي توصل لقانون قال لك انه الفي تساوي الكي في الاي. الاي عرفناها هي الميل الهيدروليكي، الكي طيب شو بتمثل؟ الكي قال لك اللي هي معامل النفاذيه، كوفيشنت اوف بيرمابيليتي. منه برجع للقانون، اذا صارت الكيو تساوي الكي في الاي في الاي، يعني كيو تساوي كيا. طيب في شروط لتطبيق قانون دارسي. الشروط هاي بحكي لك انه تكون التربه هوموجينيوس سويل، وقال لك انه يكون التدفق لامينار فلو ويكون لينير فلو. يعني المقصود فيها انه تكون التربه متجانسه، وان يتدفق الماء بشكل مستمر وخطي، وان يكون سريان الماء بوضع مستقيم، واللي هو اصلا يعني كل شغلنا في ماده السويل هون حيكون على اللامينار فلو. لو اخذنا مثال، اعطانا طبقه من التربه سمكها 2 متر اعطانا سمك التربه 2 متر، يعني بعدها الاول 2، وبعدها الثاني مش معطينا اياه. هذا بما انه هو مش معطينا، اعطانا بس سمك التربه، انا مش حقد اجي احسب والله قديش الويدث للتربه، قديش عرض التربه، ما انا بقدر اخذ شريحه بالويدث اللي انا بدي اياه، فراح افرضه انه قيمته واحد. قال لي انه نفاذيتها قيمتها 6 ضرب 10 قوى سالب 3 متر لكل سكند. شو ما مقصود بنفاذيتها؟ البيرميبيليتي هي الكي، معامل النفاذيه، قيمته 6 ضرب 10 قوى سالب 3 متر لكل سكند. قلنا يتدفق الماء خلالها لمسافة طولها 300 متر، مقصود فيه انه L تساوي 300 متر، وفرق الضغط المائي اللي هو H بيساوي 9 متر. المطلوب من هذا السؤال هو حساب كمية المياه المتدفقة بس خلال يوم واحد. يعني هو ما انه بحكي انا عن كمية المياه المتدفقة، انا بحكي عن كيو، بس بده الكيو مش بوحدة المتر مكعب لكل سكند، بده اياها بيردي. طيب خطوات الحل لهذا السؤال، اهم شيء انك تعرف شو المعطيات اللي عندك. لما انا كتبت المعطيات حيسهل علي الحل بعدها. اول شيء ايش بعمل؟ اول شيء راح اطلع الاريا، لانه القانون شو بحكي لي؟ انه الكيو شو تساوي؟ كيا. راح احسب الاريا، الاريا هي 2 في الواحد، يعني حتكون الاريا تساوي 2 ضرب 1 ويساوي 2 متر مربع. بعديها راح احسب الاي اللي هي بتساوي الدلتا اتش على ال، ويساوي 9 متر على 300 متر، حيعطيني 0.03، واكيد هي يونتلس لان المتر مع المتر حيروح. بطبق المعادلة كيو تساوي كيا، ويساوي 6 ضرب 10 قوى سالب 3 ضرب الاي 0.03 ضرب الاي 2، حيعطيني 3.6 ضرب 10 قوى سالب 4 متر مكعب لكل سكند. هاي وحدة الكيو اللي انا بعرفها متر مكعب لكل سكند، بس هو شو طالب بالسؤال؟ طالب كمية المياه اللي حتتدفق بس خلال اليوم. بما انه خلال اليوم، راح اخذ الرقم اللي طلع معي اللي هو 3.6 ضرب 10 قوى سالب 4 متر مكعب على سكن، حضربه ضرب 3600 مشان احوله لساعة، بضربه ضرب 24 مشان احول الاور الساعة لدي، حيعطيني 31.1 متر مكعب بير دي
بس لا تنسى انه احنا فرضنا الويد قيمته واحد، فراح تحكي له في النهاية انه بير ميتر وفلاير ويد. يعني السؤال ده بده يجي عليه حيجي هيك تطبيق مباشر. وللعلم يعني مادة الفاينل تقريبا معظمها هي تطبيق مباشر. اهم شيء بحل حتى تحل اي سؤال في مادة السويل الفاينل انك تعرف المعطيات، يعني فعليا انك تعرف شو المعطيات اللي عندك وتحدد شو الطريقة اللي عمالي بحل عليها. انت هيك حليت 90% من السؤال، فمجرد ما اني كتبت المعطيات صار التطبيق سهل. يعني انا بعرف ان الكيو تساوي كيا، فعلى طول الكي موجودة معي، الاي حتلزمني اطلعها هي دلتا اتش على ال، هيني طلعتها، والاريا اللي هو الاثنين اللي معطيني اياها مش معطيني البعد الثاني اللي هو ويدث التربه، فانا حفرض انه الشريحه عرضها قيمتها 1 متر. فطلعت الاريا وطلعت الجواب. انتبه اخر شيء لايش المطلوب، قال لك بير دي حولته من السكند للدي. بعد هيك حنبدا نحكي عن قياس نفاذيه التربه. هسا احنا بنعرف انه الشابتر عنوانه اصلا البيرمابيليتي، النفاذيه، مش عنوانه التدفق. فاذا انا بدي احسب نفاذيه التربه، وحساب نفاذية التربة بيكون من خلال حساب قيمة K. إذا أنا هسا بدي أشتغل على حساب قيمة K. قال لك في طريقتين لحساب قيمة K. أول إشي بدي أعرف إنه أنا وين بدي أحسبها، بدي أحسبها بالمختبر ولا بدي أحسبها في الحقل. لما أحكي في المختبر، نيجي بداية على المختبر. في المختبر في طريقتين للحساب. أول طريقة اسمها الكونستانت هيد تيست، والطريقة الثانية اسمها الفولينج هيد تيست. طيب متى بستخدم الكونستانت هيد تيست، متى بستخدم الفولينج هيد تيست؟ اعطيك من الاخر، بالامتحان هو حيحدد لك، يجي يحكي لك انه حل لي هذا السؤال كونستانت هيد تيست او حل لي اياه فولينج هيد تيست. بس لازم تعرف معلومة مهمة جدا، انه حيجيب لك، لو جاب لك السؤال حيكون اخر فرع هيحكي لي، حيسألك فيه انه شو نوع التربة. طب انا شو بعرفني شو نوع التربة، انا مش عمالي بصنف. فبدك تكون عارف انه الكونستانت هيد تيست بستخدمه للتربة غير المتماسكة، بينما الفولينج هيد تيست بستخدمها للتربة المتماسكة. شو معنى غير المتماسكة؟ يعني انا بحكي عن الساند والجرافل، ولما احكي عن المتماسكة بكون بحكي عن السلت والكلي. بس بالنسبة لطريقة المختبر، بحكي لك انه في عيوب لحساب قيمة كي نفاذية التربة في المختبر. العيوب هاي، اول عيب بحكي لك انه قيم الاختبارات المعملية لا تعكس نفاذية التربة في الطبيعة بشكل دقيق، وهذا منطق. ليش؟ لانه ممكن العامل يخطئ خلال اخذ العينة من التربة، ممكن يكون عمل لها دمك او اخطأ في طريقة استخراجها فأثر على نسبة الفراغات، والتأثير على نسبة الفراغات أكيد 100% حيأثر على قيمة النفاذية. اثنين، بحكي لك الاختبارات المعملية تقيس نفاذية التربة الرأسية فقط دون تحديد نفاذية التربة الأفقية. تذكر لما رسمنا رسمة المقطع كنا بنحكي عن الأفقي والرأسي، ما جبنا سيرة النوافذ. وبرضه لما رسمنا الرسمة الثانية، لما عملنا الرسمة هاي، شو كنا بنحكي؟ عن الاتجاه الرأسي كله، ما جبنا سيرة ايش بصير بالنفاذية هون بهذا الاتجاه، في الاتجاه الافقي ما تحدثنا عنه. فقال لك انه طريقة المختبر ما بتهتم بالنفاذية الافقية. يعني التربة لما اجي بدي احسبها مثل ما هسه حنشوف بالكونستانت هيد، حجيب صخر مسامي وححط عينة التربة ويكون تحتها صخر مسامي اخر. فانا كل شغلي على قديش بحط مي، قديش بطلع مي، وهون هي التربة، مش عمالي بهتم بالمي اللي عمالها هون في هاي المنطقة في الاتجاهات الأفقية. فبالتالي هو اهتم بس بالنفاذية الرأسية ولم يهتم بالنفاذية الأفقية. النقطة الثالثة بحكي لك نتائج الاختبارات المعملية قد تتعرض لأخطاء في أخذ قياسات التجربة. والرابعة أنه نتائج الاختبارات المعملية تتأثر بعدة عوامل مثل درجة الحرارة ودرجة تشبع العينة ونسبة فراغات الهواء فيها. بالنهاية رح نشرح أنه شو العوامل اللي بتعتمد عليها معامل النفاذية بعد ما ننهي طرق حساب النفاذية. إذا أول طريقة حكينا هي الكونستانت هيد ميثود. كيف بجري اختبار الكونستانت هيد تيست؟ الكونستانت هيد تيست بكون عندي صخر مسامي ويعلوه صخر مسامي آخر.
وبين الصخرين المساميين بتكون موجودة عندي عينة التربة. هسا لو أنا بلشت هنا أحط مي، بلشنا هون نصب المي على العينة، بعد ما تتشبع هاي العينة حتبدأ المياه تخرج من الصخر المسامي من الأسفل وتعبي هاي المنطقة لحد ما توصل لهذا الارتفاع، المياه بتصير تخرج خارج الوعاء. طيب شو الهدف من هذا المخرج؟ قال لك أنا بخرج المياه الزائدة عن هذا الحد، الهدف منها هو الحفاظ على ضغط ثابت، عشان هيك سميناها الكونستانت هيد ميثود، من خلال الحفاظ على الميل الهيدروليكي ثابت، ومن هاي اجت تسميتها بالكونستانت هيد تيست. طيب كيف بطبق على الكونستانت هيد تيست؟ هون الكيو انا بتعامل معها خلال وحدة زمن انا بدي اياها، اذا القانون راح يكون كي في اي في الاي في التي، الكيو تساوي كيات. طيب ولكن الاي احنا بنعرف انها تساوي الاتش على ال، عوضها حتصير الكيو تساوي كي في الاتش على ال في الاي في التي. الهدف مني اني احسب الكي، طيب خلي كي موضع للقانون، حصير معك الكي تساوي الكيو في ال على اتش اي في تي، وهذا هو قانون الكونستانت هيد تيست. كيف التطبيق عليه؟ كيف السؤال راح يجي عليه؟ تطبيق مباشر ما في اي شيء. لو قلنا كان عندنا عينة من التربة أجرينا عليها اختبار الكونستانت هيد تيست حتى نحسب قيمة كي لها نفاثيتها، فأعطاني ارتفاع العينة بين قطعتي الحجر المسامي، طبعا ارتفاع العينة بين قطعتي الحجر المسامي هي بتمثل قيمة ال، أعطاني ال تساوي 120 ملم، وأعطاني فرق الضغط المائي للاختبار اللي هي ال H تساوي 60 ملم، وقطر العينة D تساوي 350، أو عفوا قطر العينة 100، وكمية الماء المتجمع اللي هي كيو تساوي 350 ملي لتر. قلنا انه فترة الاختبار 2 منت. كيف راح احل هذا السؤال؟ اول شيء مثل ما حكينا بتبدأ بكتابة المعطيات وتحديدها حتى اتأكد انه عارف كل معطى وين حستثمره. ببدأ بداية بتجميع المعطيات، ما بدخل على القانون مباشرة لأن القانون في شغلات لازم نحسبها فيه قبل ما نبدأ فيها. مثال عليها الاريا، ببدأ بحسب الاريا من البداية. الاريا شو تساوي؟ هو معطيني دي مقطع التربة، لما نحكي عن الاريا مقصود في الاريا اللي هي المساحة التي مساحة المقطع اللي تعامد جريان الماء. الماء كيف عماله بجري؟ بهذا الاتجاه. إذا أنا بهمني مساحة المقطع اللي تعامده اللي هي هاي المساحة، شو شكلها حيكون؟ حيكون شكلها دائرة. إذا راح أحسب مساحة دائرة. قانون مساحة الدائرة هو باي دي سكوير على 4، هو يساوي الباي ضرب 100 تربيع على 4، حيعطيني 7854 مليمتر مربع. طيب لاحظ هسا انه الكيو معطيني اياها 350 ملي لتر، بوحدة الملي لتر، بس انا بتعامل بالمتر المكعب لكل سكند. طيب خلينا نحولها 350 ملي لتر، حتى اني احولها للتر حقسم على 1000، حتى اني احولها للمتر المكعب، او عفوا حضرب بالالف حتى احولها للتر، وحتى احولها للمتر المكعب حقسم على 1000، اذا صار الجواب 350 متر مكعب. طيب لاحظ الوحدة للكيو هي المتر المكعب، ولكن كل الوحدات اللي معي في السؤال هي بالمليمتر، معناته اما راح احول كل الوحدات اللي معي ال والاتش والدي راح احولها، يعني اللي هي الاريا راح احولها للمتر، او باختصر حالي بحول الكيو للمليمتر المكعب. اذا لما احولها للمليمتر المكعب راح اضربها في 1000 حيعطيني 350000 مليمتر مكعب. طيب هسه باجي بروح تطبيق مباشر على القانون، الكي تساوي كيو
في القلب على A H T ويساوي 350,000 ضرب القلب اللي هي 120 على ال A اللي هي 7854 ضرب ال H اللي قيمتها 60 ضرب ال T اللي قيمتها 2 منت بدي أحولها للسكند ضرب 60 2 ضرب 60 بتصير سكند راح يعطيني 0.7427 مليمتر لكل سكند يعني حيعطيني 7.43 ضرب 10 قوة سالب 4 متر لكل سكند. رجعت الوحدة للمتر لكل سكند اللي هي الوحدة الستاندر. الطريقة الثانية هي الفولينج هيب تيست. شكل إجراء التجربة بيكون بالشكل الآتي: بيكون عندنا صخر مسامي مقطع من التربة عينة التربة وصخر مسامي آخر وبعدين أنبوب لما أنا أبدأ هنا أدير المي من المخبار المدرج حتى تنفذ الماء من الصخر المسامي لحد ما تتشبع التربة ثم يبدأ الماء ينزل هون وتعبي المي في هذا الوعاء وتعطينا ووتر تيبل ليفل معين. لكن هنا في طريقة الفولينج هيد تيست قال لك أنا لأنه الضغط عندي متغير بثبت الارتفاع، يعني هنا ما بسمح أنه يزيد ارتفاع الماء عن حد معين حتى أسمح للضغط أنه يتغير. فبالتالي قال لك شو القانون للفولينج هيد تيست؟ هو قانون مباشر بحكي لك انه الكي تساوي 2.3 ضرب A small في L على ال A في T في لوغاريتم العشرة ل H1 على H2. طيب شو ال H1 وشو ال H2؟ قال لك انه لو رسمنا الرسم مرة ثانية هاي الوتر تيبل ليفل راح يكون عندي قيمة H1 وقيمة H2. هاي هي ال H1 وال H2 الموجودة في القانون. ال A small هي المساحة لمقطع الأنبوب، يعني المساحة الدائرية حتكون هون اللي هي للأنبوب، وال A capital اللي هي المساحة لمقطع عينة التربة اللي هي حتكون مساحة الدائرة هون، يعني حاخد ال L وحاخد الدي. الدي بطلع منها الاريا، ال هون مش موجودة في القانون ما حتلزمني. الاي سمول باخد الدي للانبوب بطلع منه الاي سمول، ال هيها على التي الزمن لوغاريتم اتش 1 على الاتش 2. طبعا بقدر استبدل الثابت ال 2.3 باني ابدل بدل اللوج بحط لين. نحل سؤال على طريقة الفولينج هيد تيست. لو حكينا انه كان عندنا عينة متماسكة عندنا المعطيات الآتية: أعطانا ال H1 اللي هو الارتفاع الأول لمنسوب الماء قيمته 1350 مليمتر، أعطانا ال H2 550 مليمتر، وأعطانا طول عينة التربة اللي هو L قيمته 140 مليمتر، وقطر عينة التربة D تساوي 100 مليمتر، وقطر الأنبوب المدرج سميه دي داش بيساوي 5 مليمتر، وفترة الاختبار الفعلية تي تساوي 3 مينت. أول خطوة إنه راح أطلع مساحة المقطع للتربة اللي هي الـ A capital. الـ A capital هي الباي دي تربيع على 4
وتساوي الباي الدي تربيع، يعني 100 تربيع على 4، هتعطيني 7.854 مليمتر مربع. بعدين راح احسب الاس مول اللي هي مساحة مقطع الأنبوب، واللي هي برضو باي دي تربيع على 4، فهتكون باي في 5 تربيع على 4 هيعطيني 19.63 مليمتر مربع. أطبق معادلة الفولينج هيد تيست اللي هي كي تساوي 2.3 ضرب الاس مول اللي هي 19.63 ضرب ال اللي هي 140 على الاي كابيتال اللي هي 7.854 في التي اللي هو 3 مينت، بس هحوله لسكند، ضرب لوغاريتم العاشر ل H1 على H2 يعني 1350 على 550، بطلع الانسر 1.744 ضرب 10 قوة -3 مليمتر لكل سكند، بحوله لمتر لكل سكند، بعطيني 1.744 ضرب 10 قوة -6 متر لكل سكند. وهيك بنكون انهينا طريقة المختبر واللي هي الكونستانت هيد تيست والفولينج هيد تيست. ننتقل هسه لطريقة تحديد معامل النفاذية في الموقع، واللي هو بسموه البامبينج تيست او اختبار الضخ. لو أخذنا مقطع من التربة كانت بهذا الشكل، في هذا الموقع حفرنا بئر رئيسي ضخينا منه المي، هذا اللي هو البئر الرئيسي. في هاي التربة كان الووتر تيبل ليفل بهذا المنسوب، بلشنا نضخ مي بقيمة كيو. قلك بعدين باجي بحفر آبار استكشافية بسموها الأوبزرفيشن ويل، على الأقل لازم يكون 2، فبحفر هاي أول واحد وهي الثاني. طبعا شو الهدف منهم؟ الهدف انه لما انا ابدأ اضخ من البئر الرئيسي المياه هتبدأ تيجي تتجمع حتى انها تأخذ هذا الشكل، حتى انها توصل للبئر نتيجة للضخ، حتى انها تطلع برا. فالووتر تيبل ليفل بدل ما يكون بهذا الشكل جاي خط مستقيم، حصير بهذا الشكل وياخذ هون خط ويرجع بنفس الشكل. شو الهدف من الابار الاستكشافيه؟ الهدف منها اني اعرف لوين وصل الووتر تيبل ليفل، فبحفر اول واحد وبحفر الثاني، بعرف وين وصل الووتر تيبل ليفل بعد ما بلشت انا الضخ. طيب على بعد قديش احفر الووتر تيبل ليفل؟ قال لك المسافه، طبعا هاي اسمها الار 1 وهاي الار 2، فبحكي لك انه المسافة بين البئر وبين البئر الرئيسي اللي بضخ منه المياه لازم تكون على الاقل 10 اضعاف قطر الانبوب او قطر البئر الرئيسي. على الاقل قيمة الـ R1 هي 10 اضعاف قطر الانبوب الضخ الرئيسي. طبعا هاي ما حيسألكم عنها، بس هي معلومة للعلم. طيب شو اللي حتوصل منه؟ حتوصل منه طبعا القيمة من هون، القيمة من هون حتى هون هي H1، ومن هون لهون هي ال H2. القانون بحكي لك انه K تساوي Q معدل الضخ لن R2 على R1، R2 على R1 على باي في H2 تربيع ناقص H1 تربيع. كل المعطيات اللي في السؤال بنعرفها، الكيو بنعرفها، R2 R1 مسافات اللي هي المسافة بين البئر الاستكشافي وبين بئر الضخ الرئيسي، ال H2 وال H1 هي الووتر تيبل ليفل
للبئر الأول وللبئر الثاني. لو أخذنا مثال عليها فقلنا أنه عند إجراء اختبار ضخ لطبقة رملية كان الارتفاع الأصلي لمنسوب المياه. شو معنى الارتفاع الأصلي لمنسوب المياه؟ يعني أعطاك ارتفاع الووتر تيبل ليفل قبل ما أنه أبدأ الضخ، قبل ما أبدأ أضخ المي ويتغير شكل الووتر تيبل ليفل، أعطانا قيمته 11.2 متر. 11.2 متر قال لك ويضخ. طبعا للعلم بس البئر بقدر اني احفره حتى لعمق الطبقه غير المنفذ للمياه. يعني لو مثلا كانت المياه مثلا عمقها بهي الووتر تيبل ليفل وموجوده الصخور غير المنفذ لهي الطبقه، بقدر احفره لحتى يوصل هاي الصخور، وبقدر انه يكون اقل. وهي الشغله بترجع للمهندس الموجود في المشروع. فقال لك انه ارتفاع الاصلي لمنسوب المياه الجوفيه 11.2 متر من الطبقه غير المنفذه، ويضخ المياه من البئر الرئيسية بمقدار 6.2 متر مكعب لكل منت. هاي شو بتمثل لنا؟ بتمثل كيو. إذا كيو تساوي 6.2 متر مكعب لكل منت. قال لك انخفض منسوب المياه في بئر الرصد القريبة بمقدار 5.15. هل هاي هي اتش؟ لا مش اتش. ليش مش اتش؟ قال لك انخفض منسوب المياه في بئر الرصد الأولى بمقدار، نعتذر عن الانقطاع اللي صار بالفيديو. فقلنا أعطانا هو الانخفاض اللي صار في المنسوب للووتر تيبل ليفل 5.15، بطرح الارتفاع الكامل اللي هو 11.2 من 5.15 راح يعطيني ال H1، تطلع قيمة ال H1 6.05 متر. ال H2 أعطاني هو قيمة الانخفاض في بئر الرصد الأبعد مقدارها 2.48 متر. ف11.2 ناقص 2.48% بعطيني 8.72 متر. بعديها برجع للكيو. الكيو معطيني إياها 6.2 متر مكعب لكل منت، بدي أحولها لمتر لكل سكند. راح تصير 6.2 متر لكل منت ضرب 1/60. بعطينا 0.1033 متر لكل سكند. طبعا ليش قسمت ما ضربت في 60؟ لانه المنت موجوده في المقام، فمشان احولها لسكند راح اقسم على 60. بعديها راح ارجع للقانون واحسب قيمه كي، فراح يكون قيمه الكيو اللي هي 0.1033 ضرب لن R2 على R1 واللي هي طبعا هم معطينا المسافة الأفقية بين بئر الضخ وبئر الرصد الأولى 4.33 متر، يعني R1 4.33 متر وال R2 45.86 متر. وطالب هو في السؤال نطلع معامل النفاذية K بوحدة سنتيمتر لكل سكند. نرجع للقانون 0.1033 في لن R2 على R1 يعني 45.86 على 4.33 على باي في 8.72 تربيع ناقص 6.05 تربيع، راح يعطيني 1.97 ضرب 10 قوة سالب 3 متر لكل سكند. بدي أحوله هسه لسنتيمتر لكل سكند، راح يصير 1.97 ضرب 10 قوة سالب 5 سنتيمتر لكل سكند. وبهيك بنكون أنهينا طريقة الحقل. ننتقل بعديها لارتفاع الماء بالخاصية الشعرية.
water rise by capillary tube. المقصود اعتقد ان الكل بيعرف شو الخاصية الشعرية. لو كان في عندنا هون وعاء من الماء، حطينا انبوب، كان عندي ارتفاع الماء بهذا المقدار، راح نلاقي انه المي راح يرتفع في الانبوب لمسافة معينة، بس بالنهاية ما بيكون هيك، بيجي بخط مستقيم. راح تلاقي انه الماء راح يلتصق بجدران الوعاء نتيجة للسيرفس تنشن اللي هي قوة الشد السطحي، فراح تكون بشكل التصاق، يعني بنقدر ناخذ تانجنت له، راح يكون في هون قيمة تي ومن هون قيمة تي، والزاوية هاي هي بنسميها ألفا. ارتفاع الماء نرمز له بال HC، بيضل في عندنا قوة، القوة اللي بتأثر غير التنشن عندنا قوة للأسفل هي اليو، القوة الناتجة عن وزن الماء. اليو شو تساوي؟ اليو تساوي الفي في الجاما ووتر، فوليوم في جاما ووتر، فتساوي الباي في الدي تربيع على 4 اللي هي الاريا في الاتش سي اللي هو الارتفاع، حيعطيني هذا المقدار بمثل الفوليوم. ضرب جاما ووتر. القوة الثانية قلنا هي قوة الشد السطحي، نسميها اف تي، تساوي باي في الدي في التي في كوساين الفا. طيب القوتين هذول بساويهم ببعض equilibrium، راح يصير عندي باي دي تربيع على 4 في اتش سي في جاما ووتر بساوي الباي في دي في تي في كوساين الفا. انا الهدف مني اني اطلع ارتفاع الماء نتيجة للخاصية الشعرية، يعني هدفي اني اطلع ال اتش سي، فراح اخلي ال اتش سي موضع للقانون، راح تصير ال اتش سي تساوي 4 تي كوساين الفا على دي جاما ووتر، وهذا هو القانون. طبعا الدي هي اي دي، هو قطر الانبوب، مسافة من هون لهون قطر الانبوب. ال اتش سي قلنا ارتفاع الماء في الانبوبة الشعرية، والجاما ووتر وحدة وزن الماء، والتي قوة الشد السطحي، والألفا زاوية التصاق الماء مع جدار الأنبوب. لو أخذنا مثال عليه، قال لك احسب التنشن فورس لما يرتفع الماء بمقدار 1.75، يعني هو أعطاك الـ HC قيمته 1.75 متر في أنبوبة قطرها دي تساوي 0.01 مليمتر، وميلان تقاعر سطح الماء مع جدار الأنبوب اللي هي الألفا تساوي 10 درجات. بنطبق المعادلة بعد ما نعيد ترتيبها حتى نوجد قيمة التي. المطلوب مني أطلع التي، بخلي التي موضع للقانون، بصير تي تساوي اتش سي في الدي في جاما ووتر على 4 كوساين ألفا. 1.75 ضرب 0.01 ضرب 10 قوة سالب 3 ضرب 9.81 على 4 كوساين العشرة، حيعطيني 4.36 ضرب 10 قوة سالب 5 كيلو نيوتن لكل متر. حولوا للنيوتن 0.044 نيوتن لكل متر. الموضوع اللي بعده بالبيرمابيلتي، راح نحسب النفاذية المكافئة للتربة الطبقية اللي هي الايكويفالنت بيرمابيلتي. لما لاحظ انه قبل لما كنا عم بنحل كنا ناخذ عينة من التربة لنوع واحد وتكون طبقة واحدة لها ارتفاع معين. طيب لو كان في عندي عدد من الطبقات، يعني في الوضع الطبيعي للتربة كان هي مستوى سطح الأرض، كان في عندي هي طبقة تحتيها طبقة ثانية تحتيها طبقة، مجموعهم 3 طبقات.
كل طبقة من هدول الطبقات لهم قيمة اتش، فهون عندي الاتش 1 وعندي اتش 2 وعندي اتش 3، وكل واحدة من هاي الطبقات لها قيمة كي 1 كي 2 وكي 3. تذكر لما حكينا انه في عندنا نفاذية افقية وفي عندنا نفاذية رأسية، اذا راح يكون عندي كي اكس 1 وكي كي اكس 1 وكي زد 1، وهنا كي اكس 2 وكي زد 2، وهنا كي اكس 3 وكي زد 3. الهدف ان نطلع المكافئ لهاي الطبقات، يعني انا عندي قيمة 3 قيم لكي في النفاذية الرأسية، بدي اطلع قيمة مكافئة لهم. هسا راح يجي حدا يحكي انه والله بجمعهم وبقسم على عددهم واطلع الافرج، لا الحكي مش صحيح. طيب كيف بدنا نوجد النفاذية المكافئة؟ هنا هيكون عندي الكي اكس 1 والكي زد 1، وهون كي اكس 2 والكي زد 2، والكي زد 3. طيب القانون بيحكي انه الكي اكس equivalent تساوي اتش 1 في كي اكس 1 زائد اتش 2 في كي اكس 2 زائد اتش 3 كي اكس 3، وهكذا حتى الاتش ان كي اكس ان على الاتش توتال. الاتش توتال اللي هي الطول الكامل. طيب اما قانون النفاذية الرأسية كي زد equivalent يساوي الاتش توتال عكس هذا القانون، حيكون الاتش توتال على الاتش 1 تقسيم هنا كي زد 1 زائد اتش 2 على كي زد 2 زائد اتش 3 على كي زد 3، وهكذا حتى الاتش ان على الكي زد ان. يعني لاحظ انه القانون تطبيق مباشر، فيعني ما في اي شيء ممكن انه يغلبك. السؤال راح يجي اذا اجا بكون معطيني قيم اتش، فمثلا اتش ان اتش 1 بيساوي 3 متر، اتش 2 5 متر، اتش 3 8 متر، وقيم كي كي 1 80 في 10 قوة سالب 6 متر لكل سكند، كي 2 20 ضرب 10 قوة سالب 5 متر لكل سكند، وكي 3 65 ضرب 10 قوة سالب 6 متر لكل سكند. طلب منا حساب النفاذية المكافئة في الاتجاهين الأفقي والرأسي. طيب نبدأ بحساب النفاذية المكافئة في الاتجاه الأفقي اللي هي كي اكس، فالكي اكس أكيد هي الإكوفيلنت تساوي على القانون هذا اتش 1 في كي اكس 1 زائد اتش 2 كي اكس 2 زائد اتش 3 كي اكس 3 على الاتش توتال. نطبق على طول راح تطلع الكي اكس إكوفيلنت تساوي 3 ضرب 80 في 10 قوة سالب 6 زائد 5 ضرب 20 في 10 قوة سالب 5 زائد 8 ضرب 65 في 10 قوة سالب 6 كله على 3 زائد 5 زائد 8، راح يعطيني الكي اكس تساوي 1.1 في 10 قوة سالب 4 متر لكل سكند. طيب هسه بدنا نطلع النفاذية المكافئة في الاتجاه الرأسي الكي زد، برضو تطبيق مباشر على القانون اللي هون، فراح تطلع الثلاث زائد الخمسة زائد الثمانية اللي هي الاتش توتال على الاتش 1 اللي هي 3 على الكي زد 1 اللي هي 80 في 10 قوة سالب 6 زائد الخمسة على 20 في 10 قوة سالب 5 زائد الثمانية على 65 في 10 قوة سالب 6، راح يعطيني 8.6
في 10^5 متر لكل سكند. فهي هي حساب القيم المكافئة للنفاذية. طيب هسا في بضل عندنا موضوع واحد بالبيرمابيليتي، واللي هو الطرق الحسابية لإيجاد قيمة كي. الطرق الحسابية طبعا هي مجرد قانون مطبق، هاي هي القوانين، 3 طرق حسابية والقوانين عليها، بس كل اللي علينا إن نطبق تطبيق مباشر. طيب دي العشرة بنتذكر من أيام الفيرست والسكند إنه كان مر علينا برضو دي 30 ودي العشرة، نفس الشيء هون ما تغيرتش، اللي هي دي العشرة اللي هو القطر اللي بمر من عنده 10%، 10% من التربة. السي في والام في هذول عبارة عن كونستانت توابت، السي في هي عبارة عن معامل التعزيز والام في معامل الضغط. الكي 0.85 مقصود فيها النفاذية عندما تكون قيمة الاي بتساوي 0.85. طيب هيك بنكون خلصنا البيرمابيليتي. بضل في امسك ورقة وقلم حتى نقلك شو العوامل اللي بتعتمد عليها النفاذية، وبتوقع يعني اذا بده يجي حفظ بالفاينل فيعني احتمال كبير انه يجي على العوامل اللي بتعتمد عليها النفاذية، فحظها كبير بالفاينل كونها هي داخلة معكم. فالعوامل المؤثرة على النفاذية factors affecting soil permeability، واحد بتيجي نسبة الفراغات، طبعا كل ما زادت نسبة الفراغات اكيد حتزيد النفاذية. 2 بيجي حجم الحبيبات، طبعا كل ما زادت حجم حبيبات التربة بتزيد النفاذية. شكل الحبيبات، يعني هي نقطة واحد. نقطة 2 العلاقات الطردية، شكل الحبيبات تنخفض النفاذية لما يكون شكل الحبيبات دائري وبتزيد لما يكون شكل الحبيبات زاوي. 4 درجة الحرارة، طبعا نتيجة لتأثيره على الفيسكوسيتي اللي هي اللزوجة والجاما، فبتزيد النفاذية بزيادة درجة الحرارة للماء. 5 بتيجي درجة التشبع، حيث تقل النفاذية للتربة التي درجة التشبع بها عالية. وهيك بنكون خلصنا شابتر البيرمابيليتي، وبننتقل بعديه للستريسز ان سويل.